مساء الخير يا شباب، ان شاء الله هنبدا مع بعض النهارده سيكشن 4 وهنكمل فيه كلامنا عن البيلدينج ماتيريالز اللي احنا بدأناها المره اللي فاتت. بس قبل ما نبدا في الكلام الجديد عنها هنراجع مراجعه بسيطه على اللي خدناه المره اللي فاتت. فيها خدنا ايه المره اللي فاتت؟ خدنا المونه وخدنا الاسمنت. خدنا ايه في المونه؟ خدنا استخدامي للمونه، هي عباره عن ماده بستخدمها في البيلدينج تو هيلب الكوهيرنس ما بين الكومبوننت عندي، يعني ماده بستخدمها في عمليه البناء عشان تساعد على تماسك مكونات البناء عندي. واتفقنا ان انا عندي نوعين من المونه، في مونه هوائيه وفي مونه مائيه، الارييتد مورتر مونه هوائيه والهيدروليك مورتر المونه المائيه. خدنا ان المونه المائيه هي الاكثر استخداما لان بالنسبه لي بتتكون من الرمل والاسمنت، وطبعا الاسمنت هو ماده البناء الاكثر استخداما، وقلنا ان بيحصل سولدفاي للمكونين دول مع بعض عن طريق استخدام الميه. طيب والارييتد مورتر خدت فيها ايه؟ قلت ان هي تتكون من الرمل برضو والسلاكد لايم اللي هو الجير المطفي، وبيحصل سولدفاي للمكونين دول عن طريق الهواء. تمام، وقلنا ان الارييتد مورتر دي ما بتستحملش الحموله العاليه، لكن الهيدروليك مورتر بتستحمل الحموله العاليه. واتكلمنا عن الارييتد مورتر ان هي عباره عن تفاعل الكالسيوم هيدروكسيد اللي هو السلاكد لايم مع الهواء، وايه المكون اللي في الهواء اللي بيتفاعل معاه؟ هو الكربون دايوكسيد، بيكون الكالسيوم كربونيت اللي بيساعد على الكوهيرنس عندي، بيساعد على التماسك. بعد ما خلصنا المونه خدت النوع الاشهر عندي هو الاسمنت. اتكلمت في ايه عن الاسمنت؟ قلت ان هو عباره عن سينثيتك بيلدينج ماتيريال، ماده بناء مصنعه. ايه كان اشهر نوع عندي من الاسمنت؟ هو عباره عن البورتلاند سيمنت اللي هو الاسمنت البورتلاندي. وبعد كده خدنا الرو ماتيريالز اللي بيتكون منها الاسمنت اللي هما الثلاثه، اللايم ستون الكالسيوم كربونيت والكاولين كلي اللي هي طفله الكاولين، واتفقنا ان هي عباره عن اكسيد الومنيوم مع اكسيد سيليكون مع ميه، والفيرك اوكسيد عندي اللي هو اكسيد الحديد. دخلنا بعد كده على خطوات صناعه الاسمنت اللي هي المانيفاكتشرنج بروسيس اوف بورتلاند سيمنت، وقلنا ان هي بتتكون من 11 خطوه. اول حاجه هي تجميع للمواد الخام. المواد الخام عندي بجيبها من المحاجر باحجام كبيره جدا، فعشان كده بعمل لها كذا خطوه لتصغير حجمها عشان اعرف ادخلها الفرن. طيب بعمل اول خطوه عندي هي الكراشنج التكسير، وبعد كده بعمل خطوه الميكسنج اللي هي الخلط، وبعد كده الويت جريننج اللي هي الطحن، والخطوتين دول بستخدم فيهم ميه. فعلشان كده في الخطوه الرابعه لازم اتخلص من كميه الميه اللي انا استخدمتها كتير ديت، فبعمل خطوه الفلتريشن عشان اعرف ادخلها بعد كده الرو ماتيريالز دي الفرن. جوه الفرن عندي الرو ماتيريالز دي اطلقت عليها اسم الكلينكر. الكلينكر ده هو اللي اتكون جوه الفرن، واتكون في درجه حراره كام؟ اتكون في درجه حراره من 1400 ل 1450. اتكون بحجم قد ايه؟ اتكون بحجم من 3 ل 6 سنتي عندي. الكلينيكر ده بعمل له خطوه الكولينج بعديها، لان بيكون خارج بدرجه حراره عاليه جدا اللي هي ال 1400، ومش بكتفي بخطوه الكولينج بس عشان ابرده، لا ده انا بعد كده بعمل له ستورج بخزنه بحيث ان هو يهدى تماما من حراره. بعد كده بعمل خطوه الجريننج اللي هي الطحن الاخيره، وبتبقى دراي جريننج، بس بحط حاجه عندي اللي هي الجبس بنسبه 5% وبيشتغل كريتاردنج ايجنت. وقلت يعني ايه ريتاردنج ايجنت؟ يعني بيأخر لك فتره تماسك الاسمنت مع الميه علشان العمال يلحقوا يشكلوه زي ما هم عايزين. وبعد كده بعمل خطوه الباكينج التعبئه في الاخر. طيب دي خطوات صناعه الاسمنت اللي احنا شرحناها على الرسمه المره اللي فاتت. وبعد كده دخلنا على الروتري فرنس اللي هو اهم جزء في خطوات صناعه الاسمنت، اللي هو الفرن عندي، الفرن الدوار ده ايه مواصفاته؟ قلنا اللي هو ليه 7 مواصفات. اول حاجه ان اللينس بتاعه الطول بتاعه من 60 ل 120 متر، والديامتر بتاعه من 3 ل 4 متر، وان هو لايند ويز ريفراكتور بريك يعني محاط بطوب حراري عشان يحافظ على درجه حرارته، وان هو تايدد فروم ذا هوريزونتال ليفل باي من 5 ل 6 ديجري يعني بيميل ميل افقي بزاويه 5 6 درجات عشان يوزع حراره اكتر، وان الفاير فليم بتاعه بي اكستند تو اباوت كوارتر اوف ذا فيرنس لينث يعني الوقود بتاعه بيمتد لربع الفرن عندي، والتمبريتشر بتاعته بتكون عند الفليم 1500 وبتكون في الطوب عندي يعني في بداية الفرن بتكون 400 درجة مئوية. يعني معنى كده ان درجة الحرارة في الفرن not homogeneous يعني غير متجانسة، وان هو بيدور من دورة واحدة لدورتين في الدقيقة. وبعد كده دخلنا على الفانكشنز اللي هي الوظائف عندي، وقلنا ان هو ليه 4 فانكشنز. ايه هما؟ اول حاجة ان هو بيرموف الفيزيكال ووتر وبيرموف الكيميكال ووتر، وبيحصل فيه تفاعل مهم جدا اسمه calcination reaction اللي هو عبارة عن تفاعل الكالسيوم كربونيت اللي هو اللايم ستون بيديني اكسيد الكالسيوم اللي هي المادة الاساسية لصناعة مكونات الاسمنت.
وبتكون جوه الفرن زي ما احنا قلنا اللي هو الكلينيكر. والكلينيكر ده بتبقى عبارة عن سيركلر بورس، يعني دوائر مسامية، والدايمتر بتاعه من 3 ل 6 سنتي. بعد كده اتعرفنا عن الاربع مكونات اللي هي بيتكون منها الاسمنت، وانها هم عبارة عن تراي كالسيوم سيليكيت والتراي كالسيوم الومنيت والداي كالسيوم سيليكيت والتترا كالسيوم الومنوفيريت، ودي الاختصارات بتاعتهم. وقلنا هم عبارة عن مركبات جاية من تفاعل الاكاسيد دي مع بعضها. وخدنا نوتس كده، في 2 نوتس مهمين قلت فيهم ان الفيريك اوكسايد اللي هو بالنسبه لي كانت الماده الخام اللي انا مدخلاها تشتغل كفلوكسنج ايجنت. يعني ايه؟ يعني ماده بتستخدم في تقليل درجه الحراره اللي بتكون لك الكلينيكر. بدل ما الكلينيكر عندك يتكون في درجه حراره 1400 و1450، لا انا هوفر لك طاقه واخليه لك يتكون في 1300 درجه مئويه، وده اللي عمله الفيريك اوكسايد عندي. وبعد كده خدت الجبس، الجبس اللي انا حطيته في خطوه الجريندنج اللي انا حطيته بنسبه 5%، قلت ان هو بيشتغل كريتاردنج ايجنت. بعد كده خدت تفاعل الاربع مكونات عندي مع الميه، قلت ان C3S والC3A والC4AF بيرياكتوا مع الميه خلال 6 ل 3 ساعات. هو مينلي بيكون في اول ساعه الا ربع عندي، يعني العامل بيبدا يشكل الاسمنت زي ما هو عايز في خلال ساعه الا ربع. وكمان مسؤولين عن السيتنج بيريود اللي هي الفتره اللي بيبدا فيها الاسمنت يفقد المرونه بتاعته. سي تو اس بيتفاعل مع المايه ازاي؟ بيتفاعل مع المايه خلال اول 4 اسابيع، ومش بس اول 4 اسابيع، كمان ممكن ياخد شهور. طيب سي تو اس كمان مسؤول عن الهاردنينج، الهاردنينج اللي احنا بنشوفه للاسمنت هو اللي مسؤول عنه، الصلابه بتاعه الاسمنت. خدنا بعد كده الاختبارات اللي انا بعملها على الاسمنت المصنع عندي عشان اتاكد من جودته واتاكد ان هو بالمواصفات اللي انا عايزاها. بعمل 7 اختبارات. خدنا المرة اللي فاتت اول اختبار هو الهيدروليك اندكس، وهو عبارة عن نسبة اكسيد الكالسيوم للاكاسيد التانية عندي، والرينج بتاعه من 1.7 ل 2.2. بعد كده التست ده عندي اتغير، بقى اسمه لايم ساتوريتد تيست، وقلنا ان هو بقى بالفورمولا الجديدة ديت، وده كان بسبب ان هم عملوا حساب الكالسيوم اللي موجود في الجبس عندي. طيب الرينج عندي للقانون ده ايه؟ هو من 0.66 ل 1.02. قلنا بقى المشكلة لو انا عندي اقل من الرينج ولو انا عندي اعلى من الرينج. لو انا عندي اقل من الرينج قلنا ان هيحصل مشكلة في السيتنج بيريود عندك والارلي سترينز، هيحصل تأخر فيها لان سي 3 اس عندك هيكون بنسبة قليلة. طيب لو انا عندي نسبة عالية هيتكون عندك فري لايم اللي هو كالسيوم اوكسايد زيادة. طيب الكالسيوم اوكسايد الزيادة ديت هيتفاعل مع المية وينتج عنه حرارة، الحرارة دي هتعمل لك فابورايز للووتر وهتكون لك الووتر فيبر اللي هيسبب لي زي ما احنا قلنا كراكس ان مورتر. ده كان اول اختبار عندي. هنكمل النهارده ال6 اختبارات التانية وهناخد الاذر تايب بتاعة الاسمنت. هنبدأ بتاني اختبار عندي هو السيليكا اندكس، شبه شوية الاختبار الاولاني، بقيس فيه نسبة اكسيد السيليكون لنسبة اكسيد الالومنيوم واكسيد الحديد. طب عشان نفتكر انا عندي الاكاسيد دي تتفاعل مع الكالسيوم اوكسايد بتديني ايه؟ بالنسبة لأكسيد السيليكون بيديني الداي كالسيوم سيليكيت، وبالنسبة لأكسيد الألمونيوم وأكسيد الحديد بيديني التراي كالسيوم ألومنيت وتترا كالسيوم ألمنوفيريت. القانون دوت لما اجي احسب الحسبة بتاعته لازم يطلع لي الرينج ما بين 2 ل 2.5. فهنقول لو انا اعلى من 2.5 ايه المشكلة، ولو انا اقل من 2 ايه المشكلة. هنبدأ لو انا اكتر من 2.5، ده معناه ان المركب ده عندك عالي والمركبين دول عندك قليلين. تمام، معنى المركبين دول قليلين، لو نفتكر المركبين دول كانوا مسؤولين عن السيتنج بيريود وكانوا مسؤولين عن الايرلي سترينث بتاعه الاسمنت. فمعنى كده طالما دول قليلين ده معناه ان السيتنج بيريود عندك هتتاخر والايرلي سترينث عندك هيتاخر. فده الكلام اللي احنا قلناه، مور ذان 2.5 means that the calcium silicate is high، المركب ده عندك هيبقى عالي. كومبيرد بايه؟ مقارنه بايه؟ بالسي 3A والسي 4AF. تمام، معنى ان دول قليلين معنى كان يحصل slower in setting and lower in early strength، مشكلة في فترة الشك ومشكلة في بداية تصلب الاسمنت. العكس بقى لو انا عندي اقل من 2 ايه اللي هيحصل؟ هيحصل ان C4AF هيكون عندك عالي والC3A هيكون عندك عالي، ده معناه ان setting period والearly strength هيتم بسرعة. فبيقول هنا more than 2.5 slower in setting، less than 2 rapid in setting. تالت اختبار عندي هو المغنيسيوم اوكسايد برسنتج اللي هي نسبة اكسيد المغنيسيوم. طب ايه اللي جاب اكسيد المغنيسيوم عندي في الاسمنت؟ اللايمستون اللي هي كربونات الكالسيوم هم بيستخرجوها في صورة دولومايت، يعني بتبقى عبارة عن كربونات كالسيوم ومعاها كربونات مغنيسيوم. طيب زي ما اتفقنا جوه الفرن بيحصل ايه؟ الكربونات الكالسيوم دي بتتحول لاكسيد كالسيوم.
نفس الكلام بيحصل لكربونات المغنيسيوم، تتحول لاكسيد مغنيسيوم. طيب اكسيد المغنيسيوم بالنسبه لي ما بيشكلش مشكله لو نسبته اقل من 5% او بتساوي 5%. النسبه دي ساعتها اللي هي 5% او الاقل بتبقى بالنسبه لي زي الرمل، ماده يعني تزود كميه، حاجه زي فيلر كده تزود لك كميه الاسمنت. لكن لو هي اكتر من 5% ما بتبقاش مطلوبه، انا عايزاها بس يا 5% يا اقل من 5%. فبنقول هنا الاختبار ده بيتم على اللايمستون اللي هو الكالسيوم كربونات، والنسبه عندي لازم ما تعديش ال 5%. ليه؟ because it's increase means that the quality of limestone is poor. لان هي لو عاليه ده معناه ان جوده اللايمستون اللي انت جبته فقير جدا. بيقول لك كمان ان المغنيسيوم اوكسيد اللي طلع معاك في التفاعل does not take part in the cement reaction، ما بيشكل لكش اي تفاعل مع الاسمنت، وجوده كيميائيا زي عدمه. نقول تاني الاختبار ده عندي المغنيسيوم اوكسيد برسنتج، بشوف نسبه اكسيد المغنيسيوم. طب اكسيد المغنيسيوم ده جه منين؟ جه من استخراج للكالسيوم كربونات، بيبقى معاه كربونات المغنيسيوم اللي هي بتسمى الدولومايت. الاسم مش عليك والتفاعل ده كله مش عليك، انا بفهمك اكسيد المغنيسيوم ده جه منين. طب اكسيد المغنيسيوم النسبه اللي هي لازم تكون فيه بتكون من 5% لاقل من 5%. اكتر من كده ده معناه ان اللايمستون اللي انت جبته دوت الكواليتي بتاعته فقيره جدا. تمام. رابع اختبار عندي هو الباودر سايز، بقيس حجم حبيبات الاسمنت اللي انت صنعتها دي، هل هي بالحجم المطلوب ولا لا. طيب بعمل الاختبار ده ازاي؟ بستخدم زي ما احنا شايفين منخل، تمام، وبجيب عينه من الاسمنت ولتكن مثلا كيلو اللي هي بتعادل 1000 جرام، وهعدي ال 1000 جرام دول من المنخل. المطلوب منك ان يعدي 98% من الكميه دي، يعني قد ايه؟ يعني 980 جرام، ويتبقى لي فوق بس ال 20 جرام الباقيين اللي هم ال 2% الباقيين. فده اللي بيقولوا it should be very fine، لازم تكون صغيره جدا. يعني قد ايه؟ يعني يعدي 98% من الكميه عندك. طيب انا بجيب اي منخل وخلاص؟ لا، المنخل بيقيسوه بحاجه اسمها مش، فانا هنا هستخدم مش 200. يعني ايه؟ يعني عدد الفتحات في البوصه الواحده 200 فتحه. طب هي البوصه قد ايه؟ البوصه عندي تقريبا 2.5 سنتي، فعدد الفتحات في ال 2.5 سنتي دول بيكونوا 200 فتحه. تمام، يعني حاجه صغيره جدا جدا زي ما احنا شايفين كده. خامس اختبار عندي هو السيتنج تايم، اللي هو اختبار فتره الشك بتاعت الاسمنت. بستخدم ايه في الاختبار ده؟ بستخدم جهاز اسمه فيكت ابورتس. اسم الجهاز مش عليك بس ده معلومه ليك، ده بيبقى منظر الجهاز عندي. طب بيتم الاختبار ده ازاي؟ بجيب عينه الاسمنت اللي انت عايز تعمل عليها الاختبار، وتحط عليها كميه معينه من الميه. الجهاز عندي بيبقى نازل منه زي ابره، والابره دي في نهايتها زي ثقل ثابت كده، اهو ثقل ثابت. طيب ايه اللي بيحصل في البدايه وانت حاطط العينه؟ الابره بالثقل اللي فيها ده بتقدر تخترق الاسمنت، لكن مع مرور الوقت الابره مش هتقدر تخترق الاسمنت ده لانه هيبدا يحصل سوليديفيكيشن. انا بقيس بقى الوقت ده، ده بالنسبه لي هيبقى السيتنج تايم، الفتره اللي هتعجز فيها الابره ان هي تخترق الاسمنت. فبنقول ايه؟ the aim is to test the speed of cement solidification. الهدف من الاختبار ده ان انا اقيس الفتره اللي هيحصل فيها سوليديفيكيشن للاسمنت. فباخد العينه بتاعه الاسمنت وبعمل لها ميكسينج with standard amount of water، بكميه معينه من الميه. بعد كده بقيس التايم اللي فيه ستاندرد نيدل اللي هي الابره اللي موجود فيها ستاندرد ويت اللي هي فيها ثقل معين، مش هتقدر cannot penetrate the prepared sample، مش هتقدر تخترق العينه اللي انت جهزتها دي لان هيكون حصل solidification للاسمنت. ده اختبار السيتنج تايم، بيبقى باستخدام الجهاز ده، واسم الجهاز زي ما احنا اتفقنا مش عليه، بس ده فكره التست عندي. سادس اختبار عندي هو الفولاتايل ماتيريالز برسنتج، نسبه المواد المتطايره. في الاختبار ده المواد المتطايره بالنسبه لي هتبقى اللي هي الرطوبه اللي هو بخار الميه، لازم النسبه دي ما تعديش ال 5%، يعني تكون اقل من 5% او بتيكوال 5%. طب ايه المشكله لو هي اكتر من 5%؟ هيبدا عندك كميه من الاسمنت هتتفاعل مع الرطوبه ديت وتشكل لك زي تكتلات كده او تصلبات في الشقار عندك، فساعتها مش هتقدر تستخدم الاسمنت وتشكله زي ما انت عايز لانه بالنسبه لك هيكون خلاص باظ. فبنقول ان النسبه عندك ما تعديش ال 5%، because the increase of this percentage is an indication of the presence of some humidity، معنى ان هي اكتر من 5%، معنى ان انت عندك نسبه من الرطوبه في الاسمنت عندك قبل الاستخدام، ده معناه ان الكواليتي عندك بتاعت الاسمنت دي قليله جدا. سابع اختبار عندي هو السلفر ترايكسايد برسنتج، اللي هي نسبه
السلفر تريوكسيد عندي. طب ايه اللي جاب الكبريتات دي عندي؟ جاية من الجبس. لو نفتكر الجبس اللي احنا حطيناه بنسبة 5% في خطوة الجريندنج الأخيرة في صناعة الأسمنت، الجبس ده الرمز الكيميائي بتاعه هو كبريتات الكالسيوم واتنين جزيء مية. طيب نسبة بقى السلفر تريوكسيد عندي في المركب ده لازم ما تتعداش 3.5%. يعني لو هحسبها من ناحية الجبس، لازم الجبس اللي انت هتستخدمه ده ما يتعداش 6.5%. انا اوريدي بستخدمه ب5%، لكن لو الكمية زادت عندك لازم ما تتعداش 6.5%. طب لو حصل زيادة هيسبب ايه؟ الجبس عندك هيريتارد ذا سوليديفيكيشن بروسيس، هيأخر لك عملية السوليديفيكيشن، هيريتارد الايه السيتنج بيريود عندك. نقول تاني، اخر اختبار عندي هو عن السلفر ترايكسايد اللي هو الاس او 3 اللي جاي من الجبس، تمام؟ طيب النسبة بتاعت السلفر ترايكسايد دي لازم تكون قد ايه؟ لازم ما تعديش 3.5%. يعني لو بحسبها من ناحية الجبس، لازم الجبس عندك ما يعديش 6.5%. افرض استخدمت جبس اكتر من كده هيسبب لك ريتارد في السوليديفيكيشن بروسيس، هيسبب لك تاخر في عمليه تصلب الاسمنت عندك. كده احنا خلصنا السبع اختبارات عندي بتاعه الاسمنت المصنع اللي فيها بضمن جوده الاسمنت. ايه هما تاني نقول العناوين؟ اول حاجه عندي اللي هي الهيدروليك اندكس اللي الرينج بتاعه من 1.7 ل 2.2، وبعد كده التست ده اتبدل باللايم ساتوريتد تيست واصبح الرينج عندي من 0.66 ل 1.02. وقلنا المشكله لو انا اقل من الرينج ده هيسبب لي سلوور ان سيتنج، تاخر في السيتنج بيريود، ولو انا اعلى من الرينج هيسبب لي كراكس ان مورتر، تشققات في المونه. بسبب ايه؟ بسبب الفري لايم اللي هتبقى موجوده عندي. خدنا ايه تاني؟ خدنا تاني تيست عندي هو السيليكا اندكس، قلت ان الرينج بتاعته بتكون من 2 ل 2.5. طيب لو انا اقل ايه المشكله ولو انا اعلى ايه المشكله؟ لو انا اعلى من 2.5 هيسبب لي slower in setting، تاخر في setting period، وكمان هيسبب لي تاخر في early strains. طب لو انا اقل من 2 هيسبب لي rapid in setting، يعني setting period عندك هتكون سريعه، وكمان هيسبب لي ان early strains بدايه تماسك الاسمنت او تصلب الاسمنت هتكون سريعه. تالت اختبار عندي كان عن المغنيسيوم اوكسايد برسنتج اللي هي نسبة اكسيد المغنيسيوم، وقلنا اكسيد المغنيسيوم ده جاي منين، وقلنا ان هو لازم ما يتعداش 5%، لان ساعتها بالنسبة لي هيكون اللايمستون اللي انت جايبه دوت الكواليتي بتاعته فقيرة جدا. رابع اختبار خدناه كان عن الباودر سايز بتاعت السمنت اندستري، كان على حجم الاسمنت المصنع عندك. قلنا ان انا بستعمل ساعتها منخل، والمنخل دوت المش بتاعته 200، وقلنا ان لازم العينة او الكمية اللي انت هتحطها من الاسمنت دي يعدي منها 98% من حجمها، تمام؟ وبعد كده خدنا السيتنج تايم اللي هي فترة الشك بتاعة الاسمنت، وقلنا الاختبار ده بيتم باستخدام الجهاز دوت، بحط هنا عينة الاسمنت وبحط فيها كمية المية مطلوبة، وبشوف الوقت اللي مش هتقدر فيه الابرة تخترق الاسمنت ده، دي ساعتها بالنسبة لي هتكون السيتنج تايم، فترة الشك بتاعة الاسمنت. وبعد كده خدنا سادس اختبار هو عن نسبة الفولاتايل ماتيريالز، نسبة المواد المتطايرة، وقلنا المواد المتطايرة بالنسبة لي هتمثل الرطوبة، قلنا الرطوبة ديت لازم ما تعديش 5%، لان ساعتها كمية المياه تتفاعل جوه الاسمنت في الشكارة قبل ما استخدمها اصلا وتتحجر، فبالتالي اصبحت شكارة الاسمنت دي ملهاش لازمة. وخدنا اخر اختبار عندي هو السلفر ترايكسايد اللي هو بقيس بيه نسبة السلفر ترايكسايد عندي اللي هي لازم ما تعديش 3.5، ولو بحسبها من ناحية الجبس، الجبس عندي ما يعديش 6.5%. طيب افرض النسبة عندي زادت عن كده، ده معناه ان هيحصل ريتارد في السوليديفيكيشن بروسيس، هيحصل تأخر في تصلب الاسمنت عندي. اخر حاجة عندي هاخدها في الاسمنت هي الانواع الاخرى من الاسمنت. في انواع تاني عندي غير الاسمنت البورتلاندي، في كل نوع هنشوف الفرق ما بين الاسمنت البورتلاندي وما بين النوع الجديد ده. فاول نوع عندي اسمه رابيد هاردنينج بورتلاند سيمنت، من اسمه كده التصلب السريع للاسمنت البورتلاندي. هيفرق ايه النوع ده من الاسمنت عن الاسمنت البورتلاندي العادي؟ هيفرق في حاجتين، اول حاجه ان النوع دوت بيحتوي على نسبه عاليه من التراي كالسيوم سيليكيت اللي هي السي 3 اس، ولو نفتكر السي 3 اس كانت مسؤوله عن السوليديفيكيشن بتاعه الاسمنت، فانا هحط المركب ده بكميه اكتر بنسبه اكبر عشان خاطر تعمل لي رابيد سوليديفيكيشن، سرعه في التصلب الاسمنت عندي، تمام؟ يبقى اول اختلاف عندي ما بين الرابيد هاردنينج بورتلاند سيمنت والبورتلاند سيمنت العادي ان النوع دوت فيه نسبه عاليه من السي 3 اس، فعلشان كده بيسبب لي سرعه في السوليديفيكيشن عندي. تاني اختلاف عندي ان النوع ده من الاسمنت حجم الباودر سايز بتاعته اصغر بكتير من الاسمنت البورتلاندي العادي. اصغر ازاي يعني؟ يعني لو جبت منخل
لازم يعدي فيه 99.5% من الكمية دي، يعني تقريبا كله يعدي. ومش بس كده كمان، انا مش عدي على المنخل اللي هو استخدمته في الاسمنت البورتلاندي اللي هو كان مش 200، لا انا هستخدم مش 320، يعني عدد فتحات اكتر، يعني عدد الفتحات في البوصة الواحدة 320 فتحة، فبالنسبة لي كده الموضوع بقى اصغر اكتر، تمام. ففي المنخل دوت لازم يعدي 99.5% من كمية الاسمنت اللي هو الرابيد هاردنينج بورتلاند سيمنت. تصغير الحجم اللي هو عمله دوت في النوع ده من الاسمنت زود لي مساحة سطح الاسمنت المعرضة للتفاعل مع المية، فنتيجة كده ساعد ان يحصل رياكشن بسرعة اكتر، تمام. تاني نوع عندي هو سي ووتر ريزيستنت سيمنت، اللي هو الاسمنت المقاوم لمياه البحار. من اسمه كده انا بستخدم النوع ده من الاسمنت في الابنية اللي انا ببنيها على السواحل، فبستخدم ساعتها النوع ده من الاسمنت عشان يقاوم مياه البحار. طيب النوع ده من الاسمنت بيختلف عن ايه في الاسمنت البورتلاندي؟ هو ان انا بشيل طفلة الكاولين وبحط الالومنيوم اوكسايد بس، يعني بالنسبة لي الرو ماتيريالز هتبقى الومنيوم اوكسايد مع كالسيوم كربونيت instead of clay، يعني بدلا من الكلي. طب ده معناه ان المركب عندي اللي هيتكون اللي هو الكالسيوم الومنيت هيكون موجود بنسبة عالية جدا. فمميزات الاسمنت ده عندي ان هو بيحصل له rapid solidification وانه هو بيرزست للسي ووتر. عندي نقول تاني النوع ده من الاسمنت اسمه سي ووتر ريزيستنت سيمنت، بستخدمه في البناءات اللي انا ببنيها على السواحل. النوع ده بستخدم فيه رو ماتيريالز عباره عن الومنيوم اوكسايد وكالسيوم كربونيت، شلت الطفله وحطيت بس الالومنيوم اوكسايد، تمام. ده معناه المركب عندي اللي هيتكون في الاسمنت هو الكالسيوم الومنيت وهيتكون بكميه كبيره. ايه الميزات للنوع ده من الاسمنت؟ ان هو بيحصل له رابيد سوليديفيكيشن، وزي ما قلنا بيرزيست الايه السي ووتر. عندي تالت نوع عندي بسميه ايرون سلاك سيمنت. النوع ده بيختلف عن الاسمنت البورتلاندي في انه بيكون عباره عن خلط ما بين الاسمنت البورتلاندي العادي وما بين حاجه اسمها الفيرنس سلاك. الفيرنس سلاك دي هي خبث الافران. طب الميكس ما بين الاثنين دول بيديني اسمنت بيبقى الكواليتي بتاعته قليله جدا. ليه؟ لان حجم الحبيبات الناتج عندي من النوع ده من الاسمنت بيكون حجمه كبير، بيكون in the form of bulk mass، يعني بيبقى عباره عن كرات حجمها كبير شويه، وكمان كرات بتبقى خشنه مش ناعمه زي الاسمنت البورتلاندي اللي احنا بنستخدمه. فعشان كده النوع ده من الاسمنت ما ينفعش استخدمه في الحاجات اللي عليها حموله عاليه، او ان انا مثلا استخدمه في حاجات صب الخرسانه. فهو عشان كده بيقول not used in the reinforced concrete mortar، ما ينفعش استخدمه في نوع من انواع المورتر اللي بستخدمها في صب الخرسانه. بالمناسبه المورتر او نوع المون اللي انا بستخدمها في صب الخرسانه بتكون من اسمنت ورمل وزلط وحديد مسلح، فبالتالي النوع دوت من الاسمنت اللي هو الايرون سلاك سيمنت مش هستخدمه في صب الخرسانه، بستخدمه في الحاجات اللي ما عليهاش حموله عاليه او مثلا في الارصفه. اخر نوع عندي بسميه كيميكال ريزيستنت سيمنت، ومن نوعه ده نوع من انواع الاسمنت بيقاوم التفاعلات الكيميائيه، فعشان كده بستخدم النوع ده من الاسمنت في الحاجات الاسطح بتاعتها معرضه لاي مواد كيميائيه. طب النوع ده من الاسمنت بيتكون من ايه؟ بيتكون من سوليد ماتيريال، تمام، وبالنسبه لي بتكون ان ذا فورم اوف بيلتس، يعني بتكون في صوره حبيبات. طب امثله ايه للحبيبات دي او السوليد ماتيريالز دي؟ ممكن يكون عندك اللي هو الفاين ساند اور جرافايت اور الاسبستوسس. واحده من السوليد ماتيريالز دول هستخدمهم في صناعه الكيميكال ريزيستنت سيمنت ده. طيب مش بس السوليد ماتيريال هستخدمها، هستخدم معاها كمان ليكويد ميكتشر، خليط سائل هستخدمه عشان يجمع لي المواد الصلبه ديت. طب ايه نوع الخليط السائل اللي انا هستخدمه؟ بيكون عباره عن فينول ومعاه فورمالدهايد. طيب الفينول والفورمالدهايد لما بجمعهم مع بعض بيعملوا لي ماده كده عامله زي الصمغ، بسميها ريزن برودكت، ماده صمغيه، او بيبقى القوام بتاعها عامل زي الاوهو كده. ده لما بجمع المادتين دول مع بعض او السائلين دول مع بعض، فبجمع السائلين دول مع بعض مع اي ماده صلبه من دول، اما الفاين ساند او الجرافايت او الاسبستوسس، تمام. ده الخليط اللي بيتكون منه الكيميكال ريزيستنت سيمنت. طب الكيميكال ريزيستنت سيمنت دوت بستخدمه في البيلدينج اللي هي سبجكتد تو كيميكلز، معرضه للمواد الكيميائيه زي ما احنا قلنا. سبيشال تايب اوف سيمنت از يوزد تو كهير اتس كومبوننت اور كود زم. ده معناه ان النوع ده من الاسمنت بستخدمه عشان يمسك الكومبوننت عندي اللي انا بستخدمها في عمليه البناء او يعمل كوتينج ليها او يبطنها، تمام. وانس ان انت بطنت البناء بتاعك بالمركبات ديت، معنى كده ان ممكن البناء ده يتعرض لمواد كيميائيه عادي ومفيش مشكله. طيب مثال عندي للنوع ده من الاسمنت هو الكربوليك سيمنت.
الكربوليك سيمنت هو نوع من انواع الكيميكال ريزيستنت سيمنت. تمام، طيب كده احنا خلصنا الاربع انواع الاخرى من الاسمنت غير الاسمنت البورتلاندي، وهم كانوا عباره عن الرابيد هاردنينج بورتلاند سيمنت، والسي ووتر ريزيستنت سيمنت، والايرن سلاك سيمنت، والكيميكال ريزيستنت سيمنت. وبكده نكون خلصنا البيلدنج ماتيريالز كامله. المره الجايه ان شاء الله هنمتحن فيها هي واللوبريكيشن واللوبريكان. لو في حد عنده اي سؤال ممكن يبعث لي، او لما نتقابل ان شاء الله الاسبوع دوت في الجامعه. ومن المره الجايه ان شاء الله هنبدا في الجزء اللي بيحتوي على مسائل وقوانين، اللي هو الجزء الغازات اللي بدا فيه شرح مع الدكتور في المحاضرات. شكرا يا شباب، اتمنى ان انتوا تكونوا فهمتوا والمعلومات كلها كانت واضحه بالنسبه